بدأ رحمه الله بأعظم الأدعية وما سيبدأ به هو أعظم دعاء رحمه الله هو أعظم دعاء وأهم دعاء. فقال رحمه الله فأفضل أدعية القرآن وأفرضها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي علمنا يا ربنا وألهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، المشتمل على علم ما يحبه الله ورسوله ومحبته. ووفقنا لسلوك الصراط، ثم بعدها صراط، ثم بعدها المشتمل. نعم، المشتمل على علم ما يحبه الله ورسوله ومحبته وفعله على وجه الكمال، وعلم ما يكرهه الله ورسوله ويبغضه وتركه من كل وجه. وحقيقة ذلك أن الداعي بهذا الدعاء يسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم المتضمن لمعرفة الحق والعمل به، ويجنبه طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه، وطريق الضالين الذين تاهوا عن الحق فلم يعرفوه. انتبه لهذا البدء، قال: فأفضل أدعية القرآن وأفرضها، أفضل أدعية القرآن وأفرضها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء وهو أعظم الأدعية على الإطلاق، وهو أيضا أفرضها. ليس في الدعوات المأثورة دعوة فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد مثل هذه الدعوة. هذه الدعوة فرضها الله علينا في اليوم والليلة كم مرة؟ نعم، 17 مرة، 17 مرة بعدد الركعات المكتوبة، 17 ركعة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذه الدعوة هي دعوة مفروضة فرضها الله علينا، وفرضها علينا في اليوم والليلة 17 مرة. فهذا يدل على أنها أعظم الدعاء وأفضله على الإطلاق. ومع ذلك ففي المسلمين خلق كثير يقرأ كل يوم الفاتحة ولا يستشعر أن هذا دعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى به. ولهذا الإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال كلمة عظيمة جدا، قال: ينبغي أن يعلم عوام المسلمين أن هذا دعاء، كل مسلم يقال له هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم، لأن يوجد خلق من المسلمين يقرأ الفاتحة كل يوم ولا يستشعر أن هذا دعاء، ولا يعلم أن هذا أعظم الدعاء وأنفعه له، ولا يعلم أن هذا الدعاء هو أحوج دعاء يحتاجه. ولهذا فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. فهذه الدعوة هي أعظم الدعاء وأفرضه اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية. والهداية منة الله، والهادي هو الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والهداية بيده جل وعلا. ولهذا العبد مفتقر في كل يوم، ولهذا فرض علينا كل يوم وكل ليلة أن نكرر طلب الهداية. العبد مفتقر في كل يوم وليلة إلى أن يدعو الهادي سبحانه وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم. فهذه الدعوة دعوة يفتقر إليها كل مسلم ويحتاج إليها كل مسلم باستمرار. والصوارف عن طريق الهداية والفتن والصواد كثيرة جدا، وتقلبات القلوب كثيرة، فما أحوج العبد أن يكون قريبا من ربه دائما يدعوه ويلح عليه بهذه الدعوة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ يقول الشيخ أي علمنا يا ربنا وألهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم. إذن هذه الدعوة تتضمن شيئين، اهدنا الصراط المستقيم تتضمن شيئين تسألهما ربك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم. الأول أن تعلم الحق، أن تعلم الهدى، أن تعرفه، أن يعلمك الله إياه. والأمر الثاني أن يعينك على سلوكه، لأن الإنسان قد يعرف الحق ولا يتبعه ولا يسير عليه ولا في ضوئه، فأنت تحتاج إلى هذه الهداية، أن يهديك الصراط المستقيم بأن يعلمك الطريق الحق وأن يعينك على العمل بالحق، وأن يعينك على العمل بالحق. فالصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح، الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا بعدها قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هؤلاء وهؤلاء ضيعوا في هذين الجانبين. المغضوب عليهم عندهم علم ولا يعملون به، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، عرفوها ولم يعملوا بها، هذا هو المعنى، عندهم علم ولا يعملون به، يكتمونه يحرفونه لا يعملون به، فغضب الله عليهم. والقسم الثاني ولا الضالين هم من عبدوا الله بالجهل والبدع والأهواء بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فهم أهل ضلال. ففريق فساده في جانب العلم وفريق فساده في جانب العمل. ولهذا قال بعض السلف في المغضوب عليهم، قالوا في التفسير المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. قال بعض السلف فمن فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذه الدعوة عظيمة جدا، تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم بأن يجعلك من أهل العلم والعمل، من أهل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدك من سبيل من يعلمون ولا يعملون، ومن سبيل من يعملون بلا علم. الأولون غضب الله عليهم والآخرون ضالون لا يعلمون ولا يعرفون صراط الله المستقيم. فهذه دعوة عظيمة جدا، يحتاج المسلم أن يعرف مكانتها وعظمها، وأنها أعظم الدعاء وأفرضه، وكل مرة يقرأها يستحضر أنه يدعو الله بدعوة هي أعظم الدعاء وأهمه وأفرضه. قال وحقيقة ذلك أن الداعي بهذا الدعاء يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم المتضمن لمعرفة الحق والعمل به، المتضمن لمعرفة الحق والعمل به، المتضمن للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، الذين عرفوا الحق وتركوه، وطريق الضالين الذين تاهوا عن الحق فلم يعرفوه أصبحوا يعبدون الله بالبدع والضلالات والأهواء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله ومن أجمع الأدعية وأنفعها